السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة قبل اللي فاتت اتكلمنا عن دراما ومسلسلات رمضان. النهاردة وفي كذا حلقة جايين هنتكلم بقى عن حاجة تانية مهمة جدا ومرتبطة بشهر رمضان بدرجة كبيرة قوي، وهي برامج رمضان. وعشان برامج رمضان محتاجة بحث اكتر ومحتاجة مناقشة اكتر، ما كانش ينفع ان انا اعملها في حلقة لوحدها. عشان كده هعمل لكل برنامج حلقة لوحده ونشوف التطور اللي حصل من بعد البرنامج ده ولحد النهاردة، وكمان نتكلم عن الفكرة الأصلية نفسها. النهاردة بقى هنتكلم عن واحد من اهم البرامج اللي ارتبطت بشهر رمضان. هنتكلم عن حوار صريح جدا. من اول ما بدأ بس التلفزيون المصري في الستينات وفي قالب واحد تقريبا هو اللي بنشوفه في كل المذيعين ومقدمي البرامج. الشكل ده ما زال مستمر لحد دلوقتي ولو انه بشكل قليل قوي. الشكل ده اللي هو الشكل التقليدي العادي اللي ممكن نشوف امثلته زي الدكتورة دورية شرف الدين او سهير شلبي او مجد ابو هيف، وده كان بيعتمد على ان المذيع هو مجرد مذيع بيقول اسئلة للضيف والضيف بيجاوب بكل هدوء وسلاسة. لكن في بداية الثمانينات ظهرت موجة جديدة او ظهر نوع جديد من المذيعين. النوع ده بدأ مع صحفي اسمه مفيد فوزي، طبعا مع حفظ الالقاب والاحترام لكل الناس اللي انا قلت اساميهم واللي لسه هقولهم. مفيد فوزي كان معروف كصحفي شاطر جدا، وبعد فتره بدا يشتغل كمعد لكتير من البرامج في التلفزيون المصري. وفي سنه 1982 بدا يقدم برامج خاصه بيه، وكان ليه مقوله مشهوره وقتها هي ان احسن حد يقدم البرامج هو اللي بيعدها. اسلوب مفيد فوزي كان اسلوب مختلف جدا عن الاسلوب السائد وقتها، اسلوب كان بيعتمد على التحقيقات وعلى استجواب الضيوف اكتر من انه يهتم فعلا بسماع رايهم. يعني الموضوع هنا اتعكس. الفكرة في الاول كان المذيع هو اللي بيسأل السؤال والضيف بيتكلم بكل حرية وبيقول المعلومات اللي عنده او بيقول رأيه في الموضوع، لكن في حالة مفيد فوزي كان المحاور هو اللي عنده المعلومة والضيف عليه انه يثبت او ينكر المعلومة دي، وطبعا يا ويله لو انكرها. على امتداد الخط ده بقى فيه نوع جديد من البرامج في بداية التسعينات وتحديدا سنة 1990، برنامج حوار صريح جدا اللي بتقدمه منى الحسين. البرنامج بدأ بداية قوية جدا، وقوته كان انه بيستضيف ناس ما كانش معتاد ان هما بيبقوا موجودين في التلفزيون المصري. اسلوب منى الحسيني كان اسلوب مميز جدا، كانت بتعتمد انها بتسال اسئله سريعه جدا والضيف بيجاوب وفي نص اجابته بتقطعه بسؤال تاني. كابتن محمود الجوهري اهلا بيك، وكل سنه وسيادتك طيب. هنتكلم النهارده بصراحه. بصراحة جدا طبعا. يا ريت يقول لنا بصراحة حكايته ايه مع طاهر ابو زيد، او بمعنى اصح كده حكاية طاهر ابو زيد معاه ايه؟ طبعا انا متأكد ان الجزء من الاسئلة كان معروف بالنسبة للضيف، لكن في جزء كبير جدا هيظهر في حلقات معروفة للناس. الجزء ده مستحيل انه يبقى معروف قبل البرنامج. المفروض ان يبقى في حاجة، لان احنا بنقول ان 7-8 اغاني يعني شريطك الجديد في 4 اغاني بالظبط او 5 جداد والباقي قديم، يعني العملية بقت تعبيد شرايطه فقط. أستاذ محي حضرتك معنا في حوار صريح جدا للمرة التانية في رمضان. كويس يعني ولا وحش؟ كويس جدا طبعا. أنا أشكرك. بس هتقول حاجة جديدة النهاردة؟ البرنامج زي ما قلنا نجح نجاح كبير جدا واستمر طول فترة التسعينات، وحتى اتعمل منه أكتر من نسخة بعد كده. لكن لأن زي ما احنا عارفين احنا ناس بنمشي مع الرايجة وكده، النوع ده من الحوارات ومن البرامج انتشر انتشار كبير جدا، وبقى في ناس بتقدم النوع ده من البرامج بشكل أكتر حد. لو ركزتوا كويس في البرامج الموجودة دلوقتي هتلاقوا إنها استمرت على الخط أو الطريق اللي بدأوا مفيد فوزي ومنى الحسيني ولحد دلوقتي. البرامج كلها بقت معتمدة تقريبا على إثارة الجدل أكتر من إنها تكون مهتمة بوجهة نظر الضيف او رايه. دي كانت حلقه مختصره عن برنامج مهم، هو برنامج حوار صريح جدا. تابعونا في الحلقات الجايه عشان هنتكلم عن برامج كتيره جدا ما زال بعضها مستمر لحد دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لي ايه رايكم في فكره البرنامج، او عموما في فكره ان المحاور او المذيع يكون هو اللي بيهاجم الضيف وبيحاول ياخد منه المعلومه باي شكل. متشكر لكم جدا على المتابعه وسلام.